صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان. بنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ابن حياتك. طبعا اسمحوا لي في البداية ارحب بزميلي اسلام. صباح الخير يا اسلام. صباح الخير. انا كلنا بنتخرج من الجامعة ومعانا شهادات جامعية وبنحتاج ان احنا نبدأ سوق العمل. هل شهادة الجامعة لوحدها بتكفي لخوض سوق العمل ولا بنحتاج ان احنا نتعلم مهارات تانية خوض سوق العمل؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله مع المحاضر سعيد خليفه مؤسس اكاديميه انجلو للتدريب والترجمه الفوريه واللي هيكلمنا عن الفجوه بين الدراسه في الجامعه وسوق العمل. صباح الخير مستر سعيد. اتفضل يا اسلام. صباح الخير يا استاذ سعيد، شرفتنا النهارده. استاذ سعيد، طبعا احنا كطلبه خريجين جامعات ومؤهلات عليا او عموما سواء الخريجين من اي مجال او اي تخصص، دايما يقول لك عشان تشتغل او تخوض سوق العمل لازم يبقى معاك لغه ثانيه. طب ليه لازم ان يبقى معايا لغه ثانيه؟ ليه ان انا مثلا ما اشتغلش بالدراسه بتاعتي او التخصص بتاعي؟ الاول بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ اول يا رب بخير. موضوع اللغه الثانيه الاول دلوقتي، خلينا نعرف ان سوق العمل ما عادش زي الاول، في تحديات كتير بتقابلنا. فرق كبير بين دراسه الجامعه وسوق العمل، او خلينا نقول ان يعني سوق العمل بقى صعب ما عادش زي الاول، بقى بنحتاج شويه مهارات. اقل مهاره احنا ممكن نحتاجها هي اللغه الثانيه. طب هل اللغه الثانيه دي بس، او مهما كانت سواء انجلش او الماني او هكذا، هل هي للشغل بس؟ لا بصراحه، يعني تعلم لغه ثانيه ده حاجات كتير قوي، كفايه انك ثقتك بنفسك بتزيد. تخيل كده انك مثلا في مكان سياحي ومع اصحابك وهكذا، وجي حد من السياح بدا يسالك سؤال بالانجلش ولا حاجه، انت الوحيد اللي هترد. طبعا ده ثقه يعني زياده. طبعا حاجه ثانيه، يعني مش هتكلم على الشغل دلوقتي بس، هتكلم انك اي ام دلوقتي المفروض على الاقل تعلم اولادها صح، اي اب دلوقتي المفروض يكون لغته كويسه على الاقل يعرف يعلم اولاده صح. يعني كده مش الطالب بس اللي هو يتعلم اللغه، لازم برضو الاب والام يكون عندهم معرفه باللغه الثانيه. بصراحه انا عايز اقول ما ينفعش حد يكون عايش معانا دلوقتي وما معهوش لغه ثانيه على الاقل. يعني اصبح تعلم اللغه الثانيه من الاساسيات الضروريه اللي لازم اي خريج سواء كان اي تخصص او اي مجال لازم يتعلم لغه ثانيه. ده حقيقي، بس انا عشان اكون عملي شويه، انا خلينا اتكلم عن اهم حاجه دلوقتي بتشغلنا كلنا وهي الفلوس. اللغه الثانيه الماده طبعا. اللغه الثانيه ممكن من اسهل الحاجات اللي تجيب لنا فلوس ببساطه خالص. لو انا حد معايا لغه تانية كويسه، وهتكلم على الانجليش مش هتكلم على الماني واللغات التانية، لان الانجليش اقلهم من حيث الفلوس على فكره، لانه اشهرهم طبعا. لو حد مهما كان مؤهله العالي، مهما كان حتى لو خريج دبلوم مفيش مشكله، مهما كان مؤهله العالي، حتى لو ما معهوش مؤهل عالي بس بيتكلم انجليزي كويس، يعني اي حد يقدر يتعلم انجليش كويس حتى طبعًا. لو مش خريج جامعه او كده. ده حقيقي، اي حد ممكن يتعلم لغه كويسه. هنتكلم عن الاكتساب ده دلوقتي، بس الفكره دلوقتي ان اي حد دلوقتي معاه انجليزي ممكن يشتغل باقل اقل وظيفه فعلا، ممكن يعني مرتبها حوالي 4500. يعني كده احنا ممكن نعتبر ان اللغه الانجليزيه هي افضل اللغات او هي اساس اللغات. اللغه الانجليزيه طبعا أساس اللغات. احنا عندنا دلوقتي أساس في العالم دلوقتي عندنا اكتر من 6500 لغه. تمام، في منهم الناس بيتكلموها وبيستخدموها، في ناس لغات اصول ولا لغات متفرعه من لغات اصول؟ لغات متفرعه. اللغات عموما دلوقتي اكتر من 6500 لغه. تمام، يعني خلينا نقول ان اللغات الرئيسيه اللي الناس بتتكلمها ممكن نقول 20 لغه مثلا، اللي هي اللغات المشهوره اللي الناس معظمنا عارفينها، اشهرهم اللي هي اللغه الانجليزيه. اللغه الثانيه في كل دول العالم دلوقتي اللغه الانجليزيه. تمام، طبعا هو من حيث عدد السكان اللغه الصينيه كلغه اولى من حيث عدد السكان، بس اللغه الانجليزيه هي اللغه الاولى من حيث هو الاكثر شيوعا في طبعًا. مجال سوق العمل او في مجال الدراسه عموما اصلا، حتى كمان في اي لو هنتكلم على سوق العمل بتاعنا، يعني افضل حاجه وافضل لغه ممكن تخلي حد يشتغل او يجيب فلوس هي اللغه الانجليزيه. انت قدامك اربع مجالات ممكن تشتغل انجليزي لو انت معاك انجليزي كويس. قدامك اربع مجالات، اول مجال تعليم اللغه العربيه والقران للاجانب، وانا قلت الموضوع ده قبل كده. والساعه فيه بتبدا من 3 دولار لحد 7 دولار على حسب الشركه اللي انت شغال فيها. ده بيكون اونلاين بقى ولا هنا في مصر؟ لا اونلاين من بيتك، انت قاعد في بيتك، قاعد سواء بنت او ولد، سواء زوجه او زوج، سواء حد عنده 60 سنه. طب ده ينفع والله كل المراحل العمريه ان هم يشتغلوا مثلا، او لو خريج او لو طالب جامعه مثلا بالزبط. ينفع يشتغل وهو لسه بيدرس من بيته؟ وده بيحصل كتير، وانا عندي طلبه كتير بيعملوا كده، شغالين بيدرسوا عربي وقران للاجانب. يعني لما تتكلم من الساعه دلوقتي بحوالي 75 جنيه. تمام، وانت طالب لو هتشتغل 5 ساعات في اليوم استفدت وعلمت ناس لغه ثانيه اللي هي اللغه الام بتاعت حضرتك، وفي نفس الوقت اكتسبت من وراها برضو ماديا. بالظبط، ده غير طبعا الثواب اللي انت بتاخده، دي اول حاجه. الثواب ده تمام. واللي انت محتاجه حاجه بسيطه، انت محتاج يكون الانجليش عندك كويس، وتعرف تتكلم عربي وكويس، بتعرف تقرا القران كويس، واحكام القران طبعا. بالظبط، بتعرف تقرا القران كويس باحكام التجويد. تمام، وفي حاجه اسمها اسلامك ستاريز، عارف المصطلحات الخاصه بالدين الاسلامي عندنا بالانجليش زي اركان الاسلام وهكذا. تمام، تاني مجال مجال التدريس.
اي حد دلوقتي لو الانجليش بتاعه كويس ممكن ببساطه خالص يشتغل في مجال التدريس. اقل راتب دلوقتي ممكن 4000 ونص ولا حاجه في حتى لو مش مثلا مش تدريس حكومي، مش لازم ان الحكومه تعينه، ممكن يشتغل في اي اكاديميه شغل خاص كده. شركات الكورسات مدرس الانجليزي تربيه انجليزي، لا لا، وشركات الكورسات كتير دلوقتي جدا، والكورسات موجوده دلوقتي في مصر كتير جدا، سواء اونلاين او اوفلاين، سواء اونلاين من خلال الانترنت او اوفلاين في المكان. واقل راتب دلوقتي حوالي 4000. طب المثاليه بقى حضرتك لتعلم اللغه ازاي؟ اتعلم اللغه افضل طريقه ان اتعلم بيها اللغه، افضل طريقه مثاليه اتعلم بيها. طب خلينا اول قبل ما نتكلم عن الموضوع، خلينا نقول ان في فرق بين اكتساب اللغه وتعلم اللغه. تمام. ايه الفرق بينهم؟ الفرقين بسيط خالص. يعني اول حاجه ان اكتساب اللغه ده حاجه اسمها subconscious process، يعني هي عمليه، لا يعني انت بتكتسب اللغه من غير ما تحس، من غير ما تدرك. انت ده برضو اللي حضرتك اتكلمت عنه دلوقتي عن تعليم اللغه العربيه للاجانب. ان احنا ممكن نكتسب منهم لغه مثلا واحنا بنتكلم معاهم. بالظبط. بس دي بتختلف شويه، لان اكتساب اللغه دايما معظمنا بيحصل لنا، احنا اكتسبنا اللغه العربيه واحنا صغيرين واحنا اطفال. تمام. هل بقى احنا هل احتاجنا مدرس؟ هل درسنا قواعد؟ هل لا. درسنا نحو وصرف؟ لا، احنا اكتسبناها من خلال بس ممكن اكتسبنا اللغه العربيه عشان اللغه العربيه هي لغتنا الام. بالظبط. هي لا، هي الفكره في الانفايرمنت اللي حواليا. هو اكتساب اللغه معناها ان انا الاتموسفير اللي حواليا كله عربي. حضرتك تقصد مثلا ان انا البيئه اللي حواليا تكون مهيئه ان انا اتعلم انجليش، الناس اللي حواليا يكونوا بيتكلموا انجليش. البيئه اللي حواليا بالنسبه لي انا، بالنسبه لي رايي ان البيئه اللي حواليا دي اللي هتحدد انا هتعلم لغه ايه. ويعني وده بيرد، او انا برد على الناس اللي بيقول ان اللغه بالوراثه، اللغه عمرها ما كانت بالوراثه. ليه؟ لان دلوقتي انا مولود هنا في مصر، واول ما اتولدت انا والدي ووالدتي مصريين، بس سافرت في امريكا وقعدت اول مثلا 5 سنين من حياتي في امريكا، انا مش هتكلم عربي، انا هتكلم انجلش. ليه؟ طبعا لان الاتموسفير اللي حواليا انجلش. تمام. اوكي. طب يعني معنى كده ان مثلا ان انا لو قعدت مثلا مع مجموعه من الاجانب زي اللي احنا بنشوفه مثلا في السياحه في الاقصر، انت بتروح حضرتك الاقصر واسوان بتشوف هناك الناس وحتى الاطفال في الشوارع بيتكلموا اللغات بتاعه الاجانب اللي بيتعاملوا معاهم. ده اكتساب لغه مش تعلم لغه. تمام. ليه؟ بس ليه؟ انا ما اتعلمتش كده الاساسيات، لانه ما كانش معايا تيتشر. بس انا كده اتعلمش اساسيات اللغه برضه. لا، او القواعد بتاعه اللغه اللي يعني تمكنني ان انا اكون متمكن منها. هو اكتسب لغه بنسميها مجرد ان هو سمع. ليميتد لانجويج. ليميتد يعني محدوده. هو ما يعرفش يتكلم غير في المحادثات اللي بيتكلم فيها بس. هو عارف معنى مثلا كلمه اللي بتكتب في شغله، دي بكذا، دي سعرها كذا، هاو ماتش داز ات كوست، دي سعرها بكام، 50 دولار. لو اتعرض لموقف خارجي ما اتعرضلوش قبل كده مش هيعرف يتكلم. مش هيعرف لانه اكتسبها، اكتسب هو جزء، هو خد جزء من اللغه ما خدهاش كلها. تمام. وعايزين برضو نقول حاجه، ان اصلا نظريات اكتساب اللغه في كذا نظريه لاكتساب اللغه موجوده عندنا. نظريه حاجه اسمها بيهيفيوريزم او النظريه السلوكيه ديت، يعني عالم اسمه سكانر هو اللي طورها، بيقول ان انا عشان اكتسب لغه لازم يكون ازو سي اللغه بالنسبه لي كسلوك زي الاكل والشرب، لازم اتعامل مع اللغه كل يوم، اتقنها عموما. تمام. وده اللي بيحصل مع الاطفال. مهارات اللغه الاربعه، مش لازم حاجه مثلا مهاره معينه في اللغه، عشان اتقنها لازم اتعامل مع مهارات اللغه الاربعه يوميا. عشان اتعلمها ولا اكتسبها؟ اتقنها. عشان اتقن اللغه ما ده فرق. لا، ده في فرق. ده هنا احنا دخلنا في حته تعلم اللغه مش اكتساب اللغه. وده فرق كبير بينهم. انا بتكلم دلوقتي على النظريه اللي حضرتك قلتها. حضرتك بتقول ان انا عشان اتقن اللغه لازم اتعامل معاها زي الاكل والشرب. بالظبط. تمام. اتعامل معاها كحديث بس، كمهاره سبيكنج بس. أيوة. لا، احنا طبعا تعلم قواعد. لا طبعا، احنا عندنا اي لغه 4 مهارات، ليسنينج سبيكنج ريدنج اند رايت. اوكي. الرايتنج بالنسبه لنا كشباب او كحد عايز يشتغل مش ما يهموش بصراحه. تمام. الرايتنج مش هيهمه قوي، اللي يهمه السبيكنج والليسننج اند ريدنج. انت بتعتمد عليهم اكتر. بالظبط. لان دول انت في الانترفيو انا هتكلم معاك، مش هقول لك انا هتكلم مش هكتب. تمام. لازم اطور الثلاثه مع بعض، ما ينفعش اطور حاجه واسيب حاجه. يعني ما ينفعش اتعلم كلمات جديده وما اتكلمش، ما ينفعش اتعلم كلمات جديده واسمع من غير ما اتكلم، ما ينفعش اقعد اتكلم بس من غير ما اسمع. النطق برضه بيختلف. بالظبط. هم كلهم شنطه مثلا كلمه برضه، يعني اللي هو اللي احنا كنا بنقول عليه واحنا في سبيل المنظر الانجليزي الفلاح. هم كلهم بيكملوا. هم كلهم بيكملوا بعض. تمام. تمام. بس هي الفكره نفسها في ال عايز ازاي ممكن الطريقه اللي انت بتعلم بيها. زي ما قلنا، زي ما احنا قلنا اول نظريه من اكتساب اللغه اللي العالم سكانر قالها اللي كان اسمها بيهيفيوريزم. تاني نظريه في حد جه قال لا والله ان انا اكتسب لغه ان انا محتاج منتور معايا. تمام. محتاج حد يكون معايا. تمام. حد يقول لي بنسميها كده مبدا اسمه فروم ذا انون تو ذا نون، من غير المعروف للمعروف. ان انا ما اعرفش اعرف اكتسب اللغه دي لوحدي من غير منتور، من غير محاضر يكون معايا يقول لي الجمله بتتركب كذا، في عندنا سبجكت، في عندنا فاعل، في عندنا فيرب، في عندنا كذا. اللغه العربيه في قواعد، كل لغه لها قواعد. لازم يكون معايا منتور يقول لي هتعمل ايه وهو رايح منين وجاي منين. اخر بقى نظريه، ودي كانت اهمهم بالنسبه لي وافضلهم، حاجه اسمها انبوت ثيوري. انبوت ثيوري طورها عالم اسمه ستيف كراشن. بصراحه النظريه دي بالنسبه لي افضلهم، لان هو بيتكلم على يقول لك مش مهم انت هتتعلم ايه، مش مهم انت هتذاكر كلمات ولا قواعد ولا هكذا، بس اهم حاجه اسمها الكومبريهنشن، الاستيعاب، ان انا اكون حابب
يعني حابب وانا يعني وانا بتعلم اللغه وانا حابب اتعلم اللغه، مش مجرد انا باخدها بس لاجراء عمل او سوق عمل او شهاده بس، مش ودي مجرد ودي بقى الفكره. ده اللي بيحصل في المدارس عندنا، ان معظم الطلبه اولا هم يعني هم يعني احنا بنفضل من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي وبنطلع مش عارفين نقدم نفسنا. طبعا مش هقول عشان الميثود غلط، فيه الميثود يعني ناقصه شويه، تمام، وبنركز على القواعد شويه، بس ناقصنا حاجه كبيره وهي الايفري داي انجلش. انت ما بتعلمنيش ازاي اعمل محادثه معاك، تمام. طب لو انا بقى عايز اكتسب لغه بطريقه صح، انا عملت نظريه جديده وسميتها كلتشر انبوت، جمعت كل حاجه كويسه من الثلاث نظريات اللي انا قلتهم وعملت نظريه جديده اللي كانت فكره الكتاب الجديد اللي هو ممكن نرسم صور للكتاب. ممكن صور الكتاب يا جماعه بعد اذنكم. طب هو كده بناء على كلام حضرتك ان كده في فجوه بين سوق العمل والشهاده الجامعيه او عموما الشهاده ايا كان التخصص او المجال زي ما ذكرنا، مش شرط الجامعيه بالتحديد يعني. ده حقيقي. بالنسبه للفجوه دي اللي انا عايز اقوله حاجه بسيطه خالص مختصره جدا، وهي في فرق بين دراستي في الجامعه ودراستي انا شخصيه. وعايز اقول لكل اللي بيشوفوني دلوقتي، ما تخليش الجامعه بتاعتك تاثر على دراستك، ما تخليش الجامعه تاثر على دراستك. ليه؟ الجامعه تاثر على الدراسه؟ انا الجامعه هي الدراسه. لا شو بياكد على الكلام ده، وضح لنا النقطه دي حضرتك. الجامعه تاثر على دراستك يعني ايه؟ وده ودي دي يعني نصيحه عايز اقولها لكل طالب جامعي بيشوفني دلوقتي. يعني ايه الفرق؟ انا في الجامعه انا بدرس في الوقت اللي الدكتور عايزني ادرس فيه، اي اللي مثلا عندك امتحان الشهر الجاي فهذاكر، بذاكر من الكتاب اللي الدكتور عامله، المنهج اللي الدكتور كاتبه، بالطريقه اللي الدكتور عايزني اذاكر بيها، وكمان ما عنديش دافع ان انا اذاكر، او انا ممكن انا مجبر ان انا اخلع دافع وهو ان انا اعدي الامتحان. بس لو انا بقول بقى دي دراسه الجامعه، انا مش عايز بقى الدراسه دي تاثر على دراستي انا، وهي ان انا بذاكر الحاجه اللي ناقصاني، الحاجه اللي انا محتاجها لسوق العمل بالطريقه اللي انا عايزها، تمام، من الكتاب او المصدر اللي انا عايزه، بالدافع اللي موجود عندي، وده الدافع ده اللي هيخليني انا اوصل. بس ده ممكن يكون حضرتك تاثير على الشاب نفسه او الخريج، لان هو من الاساس ما اتعلمش على كده او ما اتعودش على كده. انت من ساعه ما دخلته حضرتك اولى ابتدائي او من كي جي 1 او كي جي 2 هو منهج ملتزم بيه وماشي زي اللي بيقرا في قران، ما هو ما بيعرفش غير، هو اتعود على كده من صغره. فالطبيعي ان هو دخل الجامعه برضه نفس السيستم او نفس الاسلوب. ما ده اللي احنا ده اللي انا بحاول اعمله وبحاول اوصله للناس يا جماعه. ده اللي بقول لحضرتك، وده موجود في كل دول العالم. احنا ما بنخترعش حاجه جديده، وده اوريدي على فكره الدكاتره عارفين كده. وقدام انا ما بقللش من قيمه الكليه، طبعا الكليه هتعلمك حاجات انت مستحيل تتعلمها في اي مكان تاني، بس في حاجه وهي ان الكليه هتديك قشور عن كل حاجه. انت لو اعتمدت على الكليه هتخرج سوق العمل هتلاقي تحديات كبيره. وعايز اقول كل يوم في مستجدات في سوق العمل، المنهج ثابت ما بيتغيرش، انما سوق العمل فيه مستجدات يوميا. هو انا درست حاجه طلعت في انا في ناس بتطلع بتدرس في مكان وبتطلع تشتغل في مكان تاني. هو اصلا حتى ما درسش حتى اي دراسه ممكن تاهله ان هو لو اشتغل في مجال تاني ممكن ان هو على الاقل يبدا بنسبه 50% حتى فيه. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه، لان انت حضرتك انت ماشي من صغرك ربيت الطفل او ربيت الطالب على انه هو مجرد ان هو بس يقرا من الكتاب ويمتحن ويقرا من الكتاب ويمتحن. حتى لما جم يطبقوا النظام الجديد اللي هو نظام التابلت ده والتعليم الالكتروني، في طلبه كتير مش مستوعبه اصلا هيعمل ايه. لسه انت ما ادتلوش فكره اصلا. هي دي انا شايف ان دي حاجه كويسه، كانت فرصه كويسه. هي فرصه كويسه حضرتك، بس الفجوه بس. الفجوه اللي احنا بنتكلم فيها اللي احنا بنتكلم فيها مع حضرتك، ما هي ما اهلتنيش. لازم هو ده بقى الفكره، ان الجامعه صعب تاهلك. فانت ده بقول بقى انا شايف بقى الموضوع ده يعني الطالب يعالجه ازاي او الخريج يعالجه ازاي. طيب ببساطه خالص، يكون لازم يكون عندك هدف. الهدف ده حط قدامك انت نفسك تشتغل في ايه. انا والله نفسي اشتغل كمحاضر مهما كانت كليتك، ماليش دعوه. انا حد مثلا في كليه تجاره بيحب الانجليش، في كليه تجاره ماليش دعوه بالانجليش، بيحب الانجليش ونفسه يشتغل محاضر. اكتب الوظيفه اللي انت نفسك تشتغلها، وبعد كده شوف ايه المهارات اللي انت محتاجها عشان تشتغل في الوظيفه دي. ماليش دعوه بكليتك برضو، اهل نفسك بنفسك مهما كانت. انا عشان اشتغل محاضر محتاج ايه؟ الانجليش عندي، اكون فلوينت ان انجليش، سوفت سكيلز، ومحتاج مثلا ان انا اتقن مجال التدريس. طب وده انا بحتاج مده قد ايه عشان اتعلمه؟ على حسب المجال وعلى حسب طريقه المذاكره. انا بصراحه انا بالنسبه لي دايما بتسال السؤال ده، انا محتاج قد ايه عشان اتعلم انجليزي؟ ابدا وانت تعرف. كل المجالات بتختلف طبعا. لا طبعا كل مجال بيبقى له نظام ونظام دراسته. لا وفي حاجه كمان، اولا احنا لازم نعرف ان احنا كبني ادمين احنا كل واحد عندنا قدراته، كل واحد عندنا موهبه، قدرات بتختلف من شخص للاخر. في ما ينفعش اروح احاسب السمكه انها ما بتعرفش تطير، هي قدراتها كده، مخلوقه كده. كل شاب مننا عنده قدراته. فانا عايز اقول لكل واحد، لو انت عايز تبدا في حاجه ابدا فيها، بس انا برضه ما تقعدش تقول هعمل كذا بس انا برضه لازم اخدها من باب التحدي. اصل معلش السمكه ديت مخلوق اتخلق كده، انما انا كبني ادم ربنا حط لي عقل. العقل ده عشان ابدا افكر واطور من نفسي. انا عندي قدرات، انا عندي قدرات ذهنيه وعقليه وقدره استيعاب، تمام، بس انا احاول. مش معنى كده مثلا ان احنا تقصد ان هو الطالب ينمي من القدرات بتاعته. احنا انت عارفين احنا مشكلتنا فين؟ ان
عايز اقول ان معظم الشباب دلوقتي، ودي مشكله بتواجهنا كلنا، ان احنا كلنا عندنا احلام بس ما عندناش اهداف. We have dreams but we don't have goals. كلنا عندنا احلام، كلنا نفسنا نعمل، نفسنا نفسنا نشتغل ونكسب. بس انا عندي بقى سؤال واحنا قاعدين للشباب دلوقتي دول، انت عندك احلام كتير. لو واحد يقول لك انا نفسي اشتغل اكون افضل محاضر في مصر، نفسي اتعلم اتقن 5 لغات، انا عندي بقى سؤال، انت عندك احلام كتير قوي طبعا، طب تعالى بقى، ايه هدفك النهارده؟ اي دونت نو، مش عارف. طب ايه هدفك الاسبوع ده؟ مش عارف. طب ايه هدفك السنه دي؟ مش عارف. بس انا عندي احلام كتير قوي، انا نفسي اكون ناجح قوي. طب انت عملت حاجه؟ هل انت خدت خطوه؟ لا، بس انا عندي احلام كتير قوي، نفسي اكون ناجح. بيحلم من المبدا، لو بطلنا نحلم نمو بالظبط ما ينفعش. هو خدها كده من المبدا دي. يعني ما يبقاش حياتي كلها انا عندي لا طبعا احلام، لازم احدد هدف عشان اعرف اوصل له. انما انا مثلا انا هقعد احلم ان انا عايز ابقى غني، عايز ابقى عندي فلوس، عايز يبقى عندي عربيه، عايز يبقى عندي مستقبل او وظيفه معينه مثلا محترم. طب انا ما ساعدش، لا ما هو انا ما حددتش الاهداف اللي انا ازاي اوصل بيها للمجال ده. او الحاجه اللي انا طالما انا هدفي قدامي، انا الفكره التشتت وحش. ليه؟ لان لو انا متشتت انا كل شويه هروح هنا وكل شويه هاجي هنا. وده على فكره حصل معايا تجربتي، ان انا لما خرجت من الثانويه العامه كنت ادبي، فدخلت سنه اولى في سنه اولى لغه ترجمه، كان عندي يعني شويه اشتغلت في قاعه افراح وشويه اشتغلت في تربيه النحل عندنا. ما شاء الله. انا كنت شغال في قاعه افراح. ما شاء الله. قاعه افراح. ما رضيتش ابعت الصور بس عشان الناس. لا ما احنا ممكن ناخد الصور بتاعت الاستاذ سعيد. لا صور في قاعه الافراح يعني، بس اشتغلت شويه في قاعه الافراح واشتغلت شويه بعد كده في تربيه النحل، وبعد كده رحت قدمت في الكليه الحربيه. ده تشتت كل شويه في حته. لقيت بقى نفسي خلصت سنه اولى كليه وانا ما طلعتش بحاجه، ولا اتقابلت في الحربيه، ولا كملت في القاعه، ولا كملت في موضوع تربيه. ان انا كنت بروح اشتغل في النحل وكده، ما كانش ليك هدف محدد لسه. ولا كمان اتعلمت حاجه في السنه بتاعت الكليه. بس هدف حضرتك ما كانش العائد المادي ده في امتى؟ لا في الفتره دي انا كان كل ده كان تشتت. بعد كده بقى لما انا بدات احدد هدفي، قلت انا الاجازه جت انا عايز اتعلم انجليزي، خلاص اظبط الانجليزي بتاعي. كان معايا 3 شهور اشتغلت على نفسي. هنا بقى جه بدا احط هدف. وموضوع الفلوس ده بصراحه لا ما كانش بالنسبه لي لمده طويله ولا لحد دلوقتي. اي شاب في سوق العمل بتقابله تحديات يا استاذ سعيد؟ احنا عايزين نعرف ايه التحديات اللي ممكن تقابل اي شاب عموما، او التحديات اللي هي الاساسيات وطرق التغلب عليها. انا ممكن مش عايز اسميها تحديات، انا عايز اسميها مشاكل بصراحه. لان هي مشاكل عندنا كلنا. احنا قلنا منها مشكله التشتت، ان كل شاب فينا قدامه فرص كتير وسوق العمل مفتوح، مش كل شويه يظهر قدامه مجال. هو مثلا بيدرس في كليه كذا، حد صاحبي يقول له في مجال اسمه اتش ار، في مجال اسمه مجال مثلا الديزاين، مجال البرمجه. هل ان هو يعني كل شويه بيمشي في مجال بسبب ان هو مش قادر يكتشف نفسه في مجال معين؟ هو مش محدد، ولا بيدور على حاجه معينه؟ هو بيحاول يدور على شغفه بس بيدور غلط. لان الفكره ان هو ما بيديش كل مجال حقه. ده هو مثلا يروح يحضر محاضره اتش ار عن مجال الموارد البشريه، يحسها لا مش حلوه مش عجباني، فيروح يخش مجال ثاني. مش كده، مش هقدر امشي فيه. لا هي مش كده، لا انا لازم اجرب كل حاجه بنفسي، واخد وقتي، وبعد كده اقرر. تمام. يفهم مشكله التشتت دي تحدي كبير عند معظمنا. تاني تحدي وده عند كلنا، الملل. اي شاب في الدنيا دلوقتي معظمنا عندنا يجي بعد فتره ملل. ده بيواجه الناس كلها، مش الشباب بس. خلينا اقول ان انا لان انا عايش في وسطهم. جايز الشاب عشان بيدور على المكسب المادي السريع، ان هو مثلا هو عايز حاجه مكسب مادي سريع باي شكل من الاشكال، عشان يقول لك الحق اكون مستقبلي قبل ما اوصل لسن معين. ده برضه جايز. هو برضه الحته دي برضه نفس المشكله. هو مش جايز الملل بيجي من هنا. لا هو مش محدد هدفه. هو انا لو محدد هدفي، انا لو محدد هدفي السنه دي هدفي ان انا اشتغل واجيب فلوس، هشتغل بشكل معين وهذاكر بشكل معين. هدفي ان انا اطور من نفسي واستثمر في نفسي واطور مهاراتي، فبالتالي مش هشتغل وهشتغل على نفسي. فهو الفكره كلها في تحديد الهدف اللي انت عاوزه. تمام. يعني هو الطالب إيه؟ لو مثلا حابب ان هو يتعلم ويشتغل على نفسه وكده، مش هيجي له ملل بسرعه من اللغه اللي هو بيتعلمها؟ لو هو ايه، لو هو حابب الحاجه اللي هو بيتعلمها ودي هدفه. طبعا لو هو قدام شغفي، انا بحب المجال ده، انا هتقن ايا كان المهاره بقى، سواء تنميه بشريه او اتشهار او كلام من ده. فكره اللغه نفسها عموما، لا هو انا لازم اكون بحب الحاجه اللي انا بعملها عشان ابدع فيها. انا ممكن انجح فيها المجال، بس يعني لو انا مش بحب الحاجه دي مستحيل ابدا فيها. ممكن انجح بس مستحيل ابدا فيها ابدا، مستحيل اطلع فيها. ازاي هنجح من غير ما ابدا؟ لا انا هنجح لو بقى ممكن زي اي حد ناجح دلوقتي. ممكن انا كسعيد ممكن ناجح كمحاضر، بس هل انا مبدع؟ هل انا بطور من نفسي؟ هل انا بعمل حاجه جديده؟ هل انا مختلف عن اللي حواليا؟ انا ممكن ناجح خلاص زي هو بعمل اللي هو المطلوب. انا ناجح في المجال اللي انا اتعودت عليه، ان انا مثلا اروح المحاضره واروح حد المحاضره واروح، يبقى انا كده مثلا ناجح في ان ناجح. بس هل انت مختلف؟ ما انا يعني بتكلم عن النجاح ده مش ان هو انا ما طورتش غايه حضرتك او كده. لازم يكون في ابداع وفي تغيير. يا استاذ الاء، مفيش حد مش ناجح. مفيش حد مش ناجح. صح. تمام. بس في فرق بين حد بيوصل لحته معينه ويقف،
فرق بين واحد وصل لتحدي خلاص خلصه هشوف تحدي غيره، خلصت مجال هشوف حاجه تانية، خلصت مجال هشوف حاجه تانية، هو ده الفرق. تمام، ده بقى الهدف من الاول اللي حضرتك قلت عليه، الهدف الاساس. هو الموضوع كله حضرتك بتوقف على الهدف، انا عايز اعمل ايه وعايز ابقى ايه. تمام، ده اللي بننصح بيه اي شاب واي خريج، ان هو ما يقفش على شهادته بس الجامعيه او ايا كانت نوع الشهاده، سواء يعني دبلومات فنيه او ايا كانت جامعيه، لا لازم تطور من نفسك. زي ما الاستاذ سعيد دلوقتي وذكر معانا ان لازم تطور من نفسك، لازم تكتسب مهارات حتى لو ما اكتسبتهاش في مجال تعليمك، لازم انت تكتسبها عن طريق الدراسه، انك تاهل نفسك حتى لو تشتغل على نفسك بس. بالظبط، ده اللي بقى مشكله معانا، مشكله الياس الشباب عندنا الايام دي. مش هقول ان احنا بقينا بنزهق بسرعه، مش حته الملل، حته الياس، اللي هو حته ايه، ان انا دلوقتي داخل الكليه بسبب التنسيق، خلاص انا مش هكمل، انا والبنات انا هتجوز واقعد في البيت والحاجات دي كلها. لا طبعا، استنى عدل. عاوز اقول الموضوع ده، بلاش نفكر بالشكل ده. وعايز اقول لكل حد داخل الكليه، ودول كتير قوي داخل الكليه ومش حبيبها في الاول، بص دايما افتكر يعني وفضوا امر يد الله، بس افتكر دايما الايه دي، يعني هو يجتهد ويسيب الباقي على ربنا، واشتغل على نفسك واسعى، وانا اسعى سوف يرى، وليس الانسان الا ما سعى. انا هسعى بس النتيجه دي بقى مش بتاعتي. لا طبعا طبعا، وليس الانسان الا ما سعى، انا هعمل اللي عليا واذاكر واتعب، النتيجه دي بقى على ربنا. طبعا طبعا بس طبعا. طيب، هو النصايح اللي عمل الشباب بقى في تحديات سوق العمل، شويه نصايح للشباب، شويه طيب. نصايح كده للاستاذ سعيد بقى للشباب يعني لاخواته. والله بص، هو ممكن انا عندي ثلاث نصايح مهمين جدا. اول نصيحه، يعني دايما بنسمع يقول لك اعمل خطه بديله، خلي عندك بلان بي. انا بقول لاي حد بيشوف دلوقتي، اوعى تعمل بلان بي، اوعى تعمل خطه بديله ليك، ما عندكش غير بلان ايه بس. طبعا طبعا معروف ده، في كورسات بشريه، في كورسات تنميه بشريه دلوقتي عن ازاي تعمل بلان بي. طبعا انا بالنسبه لي ده رايي ان ده غلط، ما تعملش بلان بي، انت عندك بلان ايه. طب ليه بقى؟ لما اجي اسال الطالب انت ليه بتعمل بلان بي، لو انت هتفتح مشروع او داخل مجال معين ليه بتعمل بلان بي، يقول لك عشان لو فشلت او الخطه الاولى فشلت اخش على الخطه الثانيه. هو بيفكر في ان الخطه الاولى هتفشل اصلا قبل ما يبدا، فانت بتفكر اصلا انك ممكن تفشل، في حسابه ان هو يفشل قبل ما يبدا. ده طبعا غلط طبعا. وانت طالما بتفكر في الحاجه دي انت مستحيل هتكمل، ومع صح. اول خبطه هتقع. ممكن لسه مثلا بيكتشف شغفه او كده، يعني بيتعلم. ماشي، طب ما احنا هنتعلم ازاي من غير ما نغلط؟ The more mistakes you make, the more you will learn from them. اغلط كتير، اغلط كتير عشان تتعلم كتير. احنا وقتنا مر مع حضرتك بسرعه، واحنا يعني كشباب انا واسلام استفدنا من حضرتك كتير جدا. وفي نهايه فقرتنا بنحب نشكر حضرتك على المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا. هنخرج فاصل وراجعين، انتظرونا.